السلام عليكم، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. كنتمنى بانكم تكونوا في حاله جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم هذا سينابون، كيجيو فنين وهشاش ورطبين كيف كتشوفوا. كنتمنى الصوره تكون واضحه. كيجيو مورقين، باقيين سخونين بزاف. كيفاش كيجيو؟ كيجيو فنين كما كتعرفوا، بانهم كتكون الاسعار ديالهم مرتفعه بزاف بزاف، ولهذا قررت بانني نشاركهم معكم. وكنتمنى ان شاء الله يا ربي انكم تبقاو معايا حتى نهايه الفيديو. ويلا نجوزوا المقادير والطريقه التحضير، ويلا مرحبا. عنبداو المقادير على بركه الله. عندي هنايا 600 غرام طحين، طحين فرينه، منخول الطحين الابيض، جوج بيضات، جوج معالق عامرين الزبده، الزبده بحراره المطبخ تقريبا دايبه، واحد فينيه، شويه د الملحه حسب الذوق، معلقه كبيره د الخميره فوريه، والسكر كاس مع مارشي يعني كاس الا ربع، والحليب عندي هنايا كاس الكبير يعني كاس الماء الكبير عامر. المهم الحليب على حسب الخليط. هادو هما المقادير اللي عندي. عملت السكر، غنعمل الخميره الفوريه فوق السكر باش كتفاعل لنا الخميره. فينيه عملوا هذه السائله اولا عملوا اخرى، عملوا الحبيبات اولا السائله لكم من الاختيار. جوج بيضات، دابا غنعمل الملحه، غنعملها في الطرف يعني في الجنب ديالها، ما نعملهاش فوق هاد السوائل كامله. غنعمل الزبده، غنعمل نصف كاس د الحليب، وعاد من بعد نشوف شحال عاد تزيد. صافي، وغنخليها تخدم. غنزيد دابا الحليب على حسب باقي خاصها الحليب. انا كملت ديك الكاس كيف كتشوفوا. دابا من بعد ما تعجنت لنا مزيان يعني كتجي العجينه مطلوقه، كتشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها. غنعملها دابا في المول، راها تعجنت يعني شي 6 دقائق ولا 7 وهي كتعجن باش تكون عندنا العجينه رطبه بزاف بزاف. العجينه ديالنا كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي بغينا نتحصلوا عليه، يعني العجينه كتكون مرخيه مزيان ورطبه. دابا غنخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها، وعاد ديك الساعات نشكلوها باش نطبقوها. المهم نغطيها بالسلوفان ونخليها. دابا من بعد ما عندنا العجينه كتخمر، غنوجدوا الحشوه باش نعمروا العجينه ديالنا. عندي هنايا كاس السكر البني، راه متواجد يعني متوفر بزاف، القرفه، واحد فينيه، وغنستعمل 150 غرام الزبده، الزبده من نوعيه اللي مزيانه، 150 غرام باش نعملو الحشوه. صافي، بعد ما حطيت الزبده غنحط فينيه، غنضرب شويه، عاد غنعمل السكر. بعد ما طربت الزبده مزيان، دابا غنعمل هذا السكر كاس، وغنعمل القرفه. عينكم ميزانكم، القرفه عملوا شحال ما بغيتوا، انا غنعمل هنايا معلقه.
ولكن هاد القرفه كتعطينا المذاق مزيان. عاد نخلط مزيان نصدع ونرجع معكم. صافي هذا هو القوام اللي بغينا نتحصلوا عليه على هذا الشكل هذا. صافي دابا نحيدها على جنب ونبدا ونخليها واحد شويه باقا العجينه ما تضاعفش الحجم ديالها مزيان ونبدا نطلقوا. كيف كتشوفوا من بعد ما ضاعفت لنا الحجم ديال العجينه ديالنا دابا نعملها هنايا على سطح العمل، غنحط على سطح العمل على مشويه د الطحين ضروري باش ما تلصق الناشي. بسم الله صافي وغنطلقها. على هذا الشكل هذا غنحاول ما امكن بانني نطلقها بشويه بشويه ونعمل الطحين. صافي على هذا الشكل هذا. دابا غنجيب الدلاك وغنبقى نعمل الخط فحال مستطيل، غنطلق العجينه مستطيله ما غنطلقهاش بزاف يعني ما غنرقهاش بزاف. انتما تشوفوا معايا كتشوفوا العجينه كتلصق وهذا هو سر النجاح ديالها بهذا الشكل هذا. غنحاول بانني نخليها مستطيله كتلصق ولكن ماشي مشكل، يعني حنا بغيناها هاد بانها تكون هايده انها تكون كتلصق باش كتعطينا النتيجه 100%. صافي غنحاول بانني نقدد الجناب. هانتوما كتشوفوا السمك اللي بغيناها فيه يعني ماشي غليطه وماشي رقيقه على هذا الشكل هذا. صافي غنزيد شويه من هنا من الوسط، من الوسط كما كتشوفوا ما بغيتش انني نزيد نعمل الطحين نهائيا. صافي على هذا الشكل هذا. دابا نحاول بانني ندخل هذا الجنب هادو وغنجيب هذا الكريمه اللي عملت بخال عملتها فحال لي بوماد وغندهنا الكوبه كامله. كتجي ديك الريحه د القرفه كتجي غزاله ما شاء الله ما شاء الله، يعني نعشق القرفه روعه. صافي على هذا الشكل هذا عند هنا مزيان، عند هنا صافي. دابا من بعد ما دهنت هاد الكريمه كامله يعني كتجي بحال لي بوماد. صافي على هذا الشكل هذا. دابا غنبدا نجمع هاد الرولو على هاد الشكل هذا. حتى نعملو له فحال الرولو. من بعد ما كملتو رولو دابا ديك الجناب كنحاول بانني نثبتو مزيان يعني على هاد الشكل هذا وصافي. وغنردو ديك اللي طويناها يعني الطاويه ديالها غنردوها هي من تحت. غنجيبو الخيط ديال المطبخ وغنقطعو به. كيف كتشوفو كنجيب الخيط كتعملو تمن ثلاثة الصبعين كتقطعو، بغيتو تقطعوهم بالسكين كتقطعوها ولكن بالخيط كتعطيكم نتيجة أحسن. صافي ونسدها في اللاطة. فوقاش ما كنبغيو نقطعو يعني ضروري بأنكم تدفعوها بالطحين كلشي باش تساعدكم على التقطيع. على هاد الشكل هذا صافي وكنستمر، كتجي ساهلة في التقطيع. من بعد ما كملت حطيتهم في اللاطة اللي غندخل الفران. دابا غنغطيهم شويه يخمروا وفران شعلته على اعلى درجه ومن بعد نحطهم يطيبوا على 180 درجه وغنطيبهم من تحت عاد نشعلهم من فوق. دابا من بعد ما خمروا غندخلهم الفران يطيبوا ونتلاقى بكم. دابا غنخدم لاكريم اللي عرفقوها اللي غنعملوها من فوق. عندي هنايا الجبن كريمي
تقدروا تعملوا اي نوع ديال الجبن اللي بغيتو او تعملوا كيري، المهم النوع ديال الجبن، الجبن انه يكون كريمي. الجبن الكريمي والحليب المحلى، الحليب المحلى باش نعملو لاصوص. صافي ودابا غنبدا نطحن باش يتخلط لي ديك لاكريم. صافي غير على هاد الشكل هذا باش كتبقى لنا لاصوص ترجع ناشي لاكريم كيف كتشوفوا. ثم كتشوفوا نفرر هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو، كيجيو محمرين يعني ما دهناهم حتى شي حاجه. دابا غنسقيوهم بالصوص. لاصوص اللي عملنا له لكم الاختيار اي نوع تعملوه كتعملوه على هذا الشكل هذا. ودابا غنعمل شويه ديال الصوص الشوكولا، لكم الاختيار نتوما تعملوا باش ما بغيتو، ولكن يعني اي نوع ديال الصوص اللي بغيتو. هذه هي النتيجه النهائيه، نتوما كتشوفوا كيفاش جاو فنين رائعين. الريحه ديال القرفه مع هاد لاصوص مع هاد الشوكولا ما شاء الله روعه روعه. كنتمنى ان شاء الله يا ربي انكم تجربوهم وما تندموش، ولا عجبكم هاد الفيديو ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.